إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فهل هناك عدوى أو لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد مورض على مصح، وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذومة من المجذوم فرارك من الأسد، فدل على أنه يعدي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا عدوى ولا طيرة، قالوا أي لا عدوى بذاتها وإنما بأمر الله تبارك وتعالى، لا تكون العدوى مؤثرة بذاتها ولكن بأمر الله تبارك وتعالى. والصحيح أن في عدوى ولكن لا نعطيها أكبر من حجمها. بعض الناس يبالغ جدا في موضوع العدوى، يعني ما يسلم على أحد، ما لا يعديني لا يعديني، مبالغة شوي في العدوى. يعني أذكر الطرائف ما قلتها لكم، لا ما أدري، كنت مدرسا فجيت عندي امتحان يعني بختبر الطلبة، فواحد من الطلبة حاطين طاولته وكرسيه برا الصف زين طاردينه برا. ها قبل ما أدري إيش أنا قلت إيش عندك قاعد برا أنت زين، ولا يصرخون عليه سعد وخر عنا وخر عنا. قلت شي في أبو شناتر. فقلت أنا خير خير، هدوا هدوا شوي هدوا شوي زين. فجيت أذكر حطيت يدي على ظهره زين لا بأس عليك وكذا وشي، سعد شفيك ما تخاف؟ يقول لي، فقلت لا ما أخاف ما أخاف زين، لا عدوى ولا طيرة كنت أقول لهم. فالقصد أن يعني بعض الناس يبالغ في قضية العدوى، مثلا لا تقعد معاه لا تشوفه لا تسلم عليه، مبالغة شوية، يخافون من العدوى كأنها في بذاتها تضر. والصحيح أنها قد تضر وقد هي سبب، قد تنتقل وقد لا تنتقل. الإنسان لا يبالغ في الاحتجاج بها ولا يبالغ أيضا في نفيها، هي موجودة ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى.